فوالا الحباب، هاوليك الايس كريم لا الكيك تاعنا. اروحوا نقطعوه دوك وندوقوه. فوالا الحباب، شوفوا قطعته مغسو، هاوليك شوفوا ها. وانا حطيت هنا، ما عندي ما نقول لكم، ما شاء الله ما شاء الله، جربوه وما تندموش. فوالا 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 الحباب، شوفوا ما شاء الله ما شاء الله، شوفوا ديك البرودة وزيدوا لا لي كلاص. واش نقول لكم؟ بسم الله. عندي لص. فوالا الحباب، اروح نقطعوه دوكا. بسم الله. فلا 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 ما شاء الله ما شاء الله، ولا اروع كما يقولوا. هذا كما يقولوا تحمر تحمر الوجه ينادي. استنى نوري لكم، نحكم مليح. شوفوا فلا، نحطه هنا على جنب. شوفوا فوالا الحباب، درت بدا ماغي هكذا ودرت فيه الشوكولا هكذا ودوبتها، نخليها تبرد شويه. فوالا الحباب، ناخذ امول كيما هكذا. فوالا صغير ولا الكبير، سا ديبون على المسكوتشو تاعكم اللي درتوه ولا اللي شريتوه، باسكو المسكوتشو تاعني هذا تقدروا الكيك تقدروا تشروه، بصح انا دابا دي بريفيرونس يعني تقدروا ديروه في الدار، ولا كنتم مزروبين تقدروا تشروه. فوالا الحباب، كيما قلت لكم المول تاعكم كوفريوه هكذا بالبابي بابي سلوفان هكذا، كوفريوه كامل من هاد الكوتي كاع لداخل. ابخي واش ديروا؟ تاخذوا هاد الكيك ديالكم وتقطعوه على ثلاثة، واحدة زوج ثلاثة بالعرض. فوالا الحباب، تقطعوا الكيك تاعكم كيما قلت لكم على ثلاثة. فوالا هذه الاولى، نحط هذا الكوتي هنا ونزيد نقطع الدوزيام. فوالا نزيد نقطع هكذا ندو هذا. فوالا انا توجو نحب نستعمل هذا الموس تاع الخبز، ما باليش علاش. فوالا هكذا يولو ثلاثة و ثلاثيام ها وليك، نحطوهم تكوتي هاك ونجيبو نجيبو المول تاعنا. شوفوا راح نوريكم. فوالا الحباب، هاو المول تاعي، اول مره لي مشمره. شوفوا ناخدو لي من تحت كومبليت تاع لو كيك ونحطوه مع الاول. فوالا ابخي واش ديروا؟ تاخذوا لي كلاص، واش يكون عندكم، تحبوا ديروا على فاني، تحبوا ديروا فخاز، تحبوا ديروا شوكولا، تحبوا ديروا هاد التلاتي. انا عندي الشوكولا فاني فخاز محبوب الجماهير. وشنو انا دوكني بانقلي لكم مع الوصفه لا ريسيت تاع لي كلاص تاعي، وعندي في الاوفر بلوغ تاعي كيف كيف فازو اوفر بلوغ، مكتوبين الوصفات تلقاو لي كلاص ديالهم فاني شوكو فخيز. فوالا البارتي الاولى واش ندير؟ فوالا ناخذ لي كلاص هاك ونحط الفانيلا فخيز كطبقه اولى. فوالا بيان سور دوك نحطو حباب، تاخذوا لي كلاص تاعكم هكذا تطاليوهم كاع تيك مليح هكا.
هذه لا بارتي الاولى تاعنا. فوالا الحباب هام ليك لي غلاس. سنسنسن ندير نزيد شويه منا. هكذا تطاليهم مليح. ابخي زيدو ديرو لا ثروزيام بارتي تحطوها. سنسنسن ندير نزيد شويه منا. هكذا تطاليهم مليح. ابخي زيدو ديرو لا ثروزيام بارتي تحطوها. انا خديت لو مول هكذا، تقدروا نتو ديرو كبير على هكذا، عميق على هكذا، كيما تحبوا. شوفوا مع الاخر كامل ندير شوكولا وتخلوه، ما ديروا له ما تغلقوه بوالو، ابخي تخلوه هك. ابخي نديروا الشوكولا تاعنا هك، تقدروا ديروا زوج ديزيطاج. هكذا تطاليوها مليح، نزيد شوية. بيان سور هاك، شوفوا ما شاء الله يوم السهرة ممتعة. شوفوا فوالا ماما كل سوا سوا كيما يحب الخاطر. سنس نس نجيا داب. ابخي الشوكولا تاعنا كي دابت، شوفو ديروا الشوكولا تاعكم كامل هاك، شكلتو مليح. فوالا انا ندير هكذا ونخلي مع الاخر نزيد نستعملها، نسنى نزيد شويه ولا خلي فوالا. ابقي كل وحده كيفاش راح يكون لهاد الايس كريم لاير كيك. الله غير بزاف عباكم هاد الوصفة. وقتاش درتها؟ لك عندي واحد 8 سنين. شوفوا ما شاء الله معكاش كيفاش كومبلي. يلا فوالا فوالا الحباب، كي كملنا كلش انا البابي سيلوفان تاعنا. فوالا شوفوا واش ديروا، تغطوها هاك وتزيدوا هاك وتكملوها هاك وتزيدو هاك وتكملوها هاك وتزيدو هاك وتزيدو هاك وتزيدو هاك والضربة السحرية هاك. الضربة السحرية بصح في هاد الوصفة اوب في الكونجيلاتور. خلو لا بومب ديالكم كيما حب الخاطر تبرد ونشوفكم بعدين. فوالا الحباب اللاير كيك ايس كريم تاعنا صار جاهز، خليتو ليه كاع يتكوى في الكونجيلاتور. واش نديرو دوكا؟ شوفو فوالا نحيه وتنحيلو بابي سيلوفان اللي درناه. شوفو ما شاء الله، وتاخدو اون اسيات وتحطوه فيها. واش يا او صافا؟ بيان سور صافا. واش رايك؟ هايلة بشكل طا مليح. نزيد لك شويه لي فخاز هكذا من الفوق ولا خلاص؟ يا بابا
يوخ ورينا هادي ورينا اخو بابا 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 مليحة بس يا بانان ايس كريم دبل فيز وعلى الله يا خالد يا قطع الاخر هذوك من اروع ما هي بصحتك فوالا الحباب تقدروا ترجعوه للمول تاعهم هاو هذا ويكمل وكما قلت لكم ترجعوه فوالا تحطوه بابيي سيلوفان واشعوه اوب او الكونجيلاتور صحيت فوالا صح فوالا بلاصتو راهي للفوق